لو ما كنتش قريت روايات غرف المصادفة الأرضية وتغريبة بني حتحوت اللي تم اختيارهم ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين، فأنت أكيد شفت فيلم أبناء الصمت واستمتعت بقصته وحواره، واللي كان أبطاله محمود مرسي، ميرفت أمين، نور الشريف، مديحة كامل، أحمد زكي ومحمد صبحي. الفيلم برضو تم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية. اخواني يا مجدي. ايه يا بي؟ الوزة يا بي. مجدي ايه؟ ايه يا ناس؟ اديني شرف رفع الوزة. ارجوك. ما يا بيضة. الوزة. المبدع اللي كان ورا الروايات دي والفيلم ده هو أدبنا الكبير مجيد طوبيا، ولأنه مش محب للأضواء فكعادة كل العظماء أعماله أشهر منه وأسميها معروفة عنه بكتير. مجيد طوبيا واحد من جيل الرواد في الرواية المصرية وأحد المبدعين المنسيين في الأوساط الثقافية، وقدم أعمال خالدة بتجسد حالات المجتمع المصري وتميزت بالغرابة والواقعية والسخرية كمان المبطنة. مجيد إسحاق طوبيا اتولد في 25 مارس سنة 1938 في محافظة المنيا، وحصل على بكالوريوس الرياضة والتربية بكلية المعلمين سنة 1960، وبعدها درس السيناريو والإخراج من معهد السينما بالقاهرة عام 1970. لكن هو ما فضلش يشتغل في الإخراج أبداً، وفسر ده في أحد حواراته الصحفية بأنه ما بيحبش المعارك بين المخرجين وفريق العمل. طوبيا ليه مجموعات قصصية غاية في التميز زي فستق يصل إلى القمر، خمس جرائد لم تقرأ، الأيام التالية، وفي الروايات ليه برضو دوائر عدم الإمكان، الهؤلاء، الوليف، غرف المصادفة الأرضية، وكمان ليه رواية للأطفال بعنوان مغامرات عجيبة، وليه أعمال كتيرة تانية بتنطق بإبداعه وأسلوبه المميز دايماً. لكن يفضل دايماً الأديب مجيد طوبيا تطبيق عملي لمقولة اعمل واجتهد ودع أعمالك تتحدث عنك. احنا دلوقتي طبعا مشاهدينا في يعني امام حضرة تاريخ اكتر من 60 سنة في عالم الكتابة والرواية، شغفه الاكبر للرواية ما فيش كلام نقدر نقوله بعد التقرير اللي شفناه دلوقتي. فخلونا نرحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الكاتب والاديب الكبير الاستاذ مجيد طوبيا. اهلا بحضرتك يا فندم، ومنورنا ومتشرفين بوجود حضرتك معانا. الله يخليك، شكرا. منور يا فندم صباح الورد، ومتشرفين حضرتك موجود معانا النهارده، متشرفين بكل اعمالك. يمكن زي ما مهكة بتقول ما بين الرواية والأدب وما بين الفن، بس أعتقد حضرتك ملت رغم نجاحات الفن للأدب والرواية أكتر. طبعا أنا أديب أصلا. يعني حبيت السينما وعملت واحد من أهم 100 فيلم في السينما المصرية زي أبناء الصمت، اللي أعتقد حضرتك كمان شاركت في إنتاجه. أنت حضرتك أسست شركة إنتاج مع محمد راضي. محمد راضي صح كده؟ راضي. راضي وطوبيا. نعتبر الاستاذ محمد راضي رفيق درب برضه بالنسبه لحضرتك. صديق العمر. صديق العمر. وايضا اعتقد ادبنا الكبير نجيب محفوظ من اصدقاء العمر، رغم ان حضرتك بتشيد ان هو انت حضرتك هو استاذك. طبعا. نعم استاذنا الكبير، يعني احنا فيلم ابناء الصمت من الافلام المخلده في تاريخ السينما المصريه، من اهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه. ايه اللي شدك لكتابه هذه الروايه؟ واحنا طبعا في ظل انتصارات حرب اكتوبر المجيده، وحضرتك طبعا ذكرت فتره مهمه جدا في تاريخ انتصارات الجيش المصري، واحنا بنتكلم عن فتره حروب الاستنزاف ونصر اكتوبر المجيد. عايزين نعرف من حضرتك بقى، تحكي لنا حدوته هذا الفيلم والفكره جات لك ازاي، وليه اخترت انك تكتب عن هذه الحقبه التاريخيه؟ هو كان في ناس عمالة تدلي بتصريحات يمين وشمال وكده، في حين ان على الجبهة، لما كنت بزور الجبهة مع محمد راضي، في ناس بيكافحوا دون كلام، فمن هنا جت كلمة أبناء الصمت اللي هم أبطال بدون جعجعة، بدون ادعاءات او تظاهر، بس هم دول ابناء الصمت.
ده سر تسمية الرواية أبناء الصمت اللي هو بيعملوا في صمت و... أيوة. و... وبيتركوا أعمالهم تتحدث عنهم. بالضبط. ده حمسك إنك كنوع من إنك تنصرهم، إن أنا حوثق الحالة دي. لما رحت أنا ومحمد راضي بعربية أخوه الكبير السيد راضي الله يرحمه، فكان القناة كده، إحنا هنا والناحية التانية الضفة الأخرى اليهود كانوا محتلين سينا. حتى واحد منهم عمل له حركة بذيئة فردتها له. بس وأنا راجع قلت لمحمد هنعبر وهنطردهم. قال لي ليه؟ قلت له هما المصريين كده. واللي حصل ان احنا عبرنا. مجموعة كبيرة يا فندم في الفيلم من ساعتها كانوش أبطال، زي النجم الراحل أحمد زكي، زي محمد صبحي، ولكن أعتقد كان في علاقة وطيدة بينك وبين أحمد زكي، وكنت شايفه إنه هيبقى نجم فعلا. هو كان لسه أول حاجة يمثلها. هو فنان الله يرحمه، فنان كبير طبعا. ده أنا عرفت من الكواليس كده كان بيجي يبات عندك أثناء تصوير الفيلم. أحيانا كان يجي يبات عندي. لما كان ما يكونش معاه أجرة الليلة اللي هيباتها عند الولية الأجنبية اللي كان قاعد عندها. فكان يجي يبات عندي. الله يرحمه. الله يرحمه. طيب ليه حضرتك ما كملتش في نجاحاتك بعد فيلم زي أبناء الصمت إنك تكمل في السينما أكتر، وكملت أكتر في الرواية اللي هنروح طبعا لروايات كتير مع حضرتك دلوقتي، ليه ما حبيتش إنك تكمل في السينما أكتر؟ أنت حضرتك ليك تقريبا 3-4 أعمال. صنع النجوم أظن. تمام. أبناء الصمت وصنع النجوم. حكاية من بلدنا أظن. برافو على حضرتك. تمام. ولكن حبيت الرواية أكتر اللي هننتقل فيها بقى مع حضرتك، ورحت للروايه وطبعا عندك تغريبه بني حتحوت برضو من اهم الروايات ومن بس اهم بس 100 روايه. قبل ما ندخل على الروايه دي احمد، خلينا واحنا لسه في ابناء الصمت عشان نبتدي بقى ننتقل لروايات اخرى، في جزئيه بس حابه برضو استاذنا الكبير يحكي لنا عنها، وهو عن الجندي الشهيد عبد الحميد طه. حكايه هذا الجندي الشهيد ممكن حضرتك تحكي لنا قصتها واللي ذكرته في فيلم ابناء الصمت؟ ماله ده؟ قصته ايه؟ يعني حضرتك اكتشفت قصته ازاي؟ يعني عايزين نعرف خلفية هذه القصة. حضرتك كنت عامل له اهداء. الجندي الشهيد عبد الحميد طه احد ابطال رواية ابناء الصمت، حضرتك فاكر؟ يمكن الاهداء كمان معانا على الشاشة. هل حضرتك عملت معايشة معاه عشان تشوف مثلا قصته فتعرف ترويها بالشكل المبدع اللي حضرتك رويتها، ولا كان ايه الموضوع؟ طيب احنا ممكن ننتقل بقى لجزئيه ان حضرتك اسست شركه انتاج سينمائي مع رفيق الدرب المخرج محمد راضي. مش عادي، مش مألوف انه روائي يفكر يدخل في شركه انتاج سينمائي. دايما بنسمع ان ممكن اللي ينتج او يدخل في انتاج السينمائي بيبقى ممثل او مخرج، فكون ان حضرتك روائي وكاتب فكرت ايه اللي حمسك انك تدخل في مجال الانتاج السينمائي؟ عشان ننتج أعمال بيتردد المنتج العادي إنه ينتجها، بيخاف لا يخسر. فكنت أنا ومحمد عملنا الشركة، وأخوه الله يرحمه السيد راضي ساعدنا أو أعطانا قرض، على طريقة تعبيره هو قرض حسن. اللي هو ردوا براحتكم بقى يعني. لا، قصد حسن اللي مش هيترد. فقلت له طب ما احنا مش هنرد فعلا. بس عملنا الفيلم، حتى انا اشتغلت فيه تقريبا مساعد مخرج او مساعد منتج كمان. وربنا سهل وطلع فيلم حلو بشهادة الجميع. حتى الاجانب. حضرتك درست الإخراج وكتبت السيناريو كمان، بس ما حبيتش تروح للإخراج زي ما شفنا في التقرير.
لا مع اني دارس اخراج سينما. انا عارف ان حضرتك درست اخراج وكتابه سيناريو كمان، بس ما حبيتش تروح للاخراج خالص. لا لا، لان الاخراج يحتاج تفرغ، وانا الادب عندي اهم حاجه، زائد انا كنت احب السفر. ما انا عارف حابب تروح السفر كمان، وتحديدا ايطاليا كمان، كنت بتروح ايطاليا كتير. ايطاليا حبيبتي. ايوه ضحكت كده، ايطاليا دي فيها حاجه حبيبتي. كنت بتحب حد في ايطاليا؟ كونشيرتا باريس اللي هي في ريال. في ريال. دي حاجه قعدت تستمر في حبها قد ايه؟ لغايه لما سافرت. طيب هننتقل مع حضرتك بقى ونشوف جزء من تغريبة بني حتحوت، المسلسل طبعا الإذاعي، ونرجع نحكي بقى عليها مع أدبنا الكبير الأستاذ مجيد طب. رواية تغريبة بني حتحوت لمجيد طوبيا. قوم يا رضوان قوم، الرجالة مستنظرين واني بستنظرك تشد قلبي وتخرج برا ضلوعي لجل ما يودع الصدر الحزين. قوم يا رضوان شد العذاب من تحت جلدي وحط له نهاية. اصحى يا مرسي، قوم حل قيود الحلم المتكتف. اكسروا باب العتمة، خلوا القمح يطلع للنور. الحق يا مرسي، الحق يا مرسي، عسكر الفرنسيين جالهم المدد، جيش لأول له ولا آخر. خبرش ليش شر بيلاقي اللي يسندوه، واحنا واقفين بطولنا ما لاقينش حد يسندنا. لو النجوع اللي حوالينا وقفت معانا ما كانش الفرنسي يسلحوا ينجدوا بعض. أيوة. وكنا قدرنا نكسرهم. العمل ايه دلوقت؟ نحارب. ايوه نحارب. القدرة تغلب الشجاعة يا ولدي، احنا نرد النجع ونتحامى في المضيفة الكبيرة. احنا حقيقة قدام اديب كبير وعالمي في كل الروايات، ولكن تغريبة بني حتحوت واللي اتعمل طبعا مسلسل اذاعي، اعتقد هي سلسله من 4 روايات يا فندم صح؟ لا 4 اجزاء ممكن يكون، مش فاكر. 4 اجزاء سردت فيها حاجة حقب زمنيه مختلفه، كنت المقصود من الروايه ايه؟ يعني كنت عايز تسرد منها ايه؟ او توضح من الروايه دي ايه؟ لان اعتقد الحقبه الزمنيه بتاعت القرن ال 18 والقرن ال 19. لا لا لا، ان الجنود، ان الاشخاص العاديين بيقوموا بعمل بطولي دون كلام او دون جعجعة او دون ادعاءات، بس عشان كده سميتهم ابناء الصمت. ده بالنسبة لابناء الصمت. بالنسبة لتغريبة بني حتحوت، هي اعتقد على وزن تغريبة بني هلال، يعني حضرتك خدت نفس ممكن الوزن. ممكن السرد في الرواية ده يا فندم، وشايف حضرتك سر نجاحها ليه؟ يعني ليه لاقت استحسان العالم كله زي ما حضرتك بتقول، مش بس المصريين؟ ايه سرها؟ ان هي حقيقية قوي، ان الناس شايفة نفسها فيها. يعني وانا بتفرج على المسلسل الاذاعي حاسس ان هما دول المصريين قوي. بالظبط كده. حضرتك على مدار 50 سنة اتفرجت قوي على المصريين، شفت اهم سمات المصريين ايه؟ لو تيجي هتحكم من بره كده من فوق على المصريين، شايف اهم سماتهم ايه؟ المصري عندما يريد فعل شيء يحققه. في هدوء وفي صمت دون جعجعة. بس هو حضرتك واضح انك من الشخصيات اللي مش محبة للظهور، محبة للعمل اكتر، محبة ان انا اعمالي هي اللي تتكلم عني اكتر، صح كده؟ بالظبط كده. وده واضح يا فندم، يعني يعني كان انا بقرا تاريخ حضرتك في ايديولوجيات سياسيه واضحه في كلام حضرتك، بس انت معاك مش قادر اصنفك، يعني الفتره دي ما كنتش حضرتك ايديولوجيتك مثلا يساريه، فلان حضرتك ما تعرضتش لاي سجن او اعتقال، ولا ايديولوجيه يمنيه مثلا، فحضرتك مثلا خدت منصب سياسي ساعتها كوزير اعلام ووزير ثقافه،
انت حضرتك مش محدد الهويه السياسيه او ما بتحبش تروح ناحيه السياسه كتير. انا احب العمل. العمل. والانتاج. بس. طيب من ضمن الروايات برضو احنا يمكن شايفين على الشاشه دي اعتقد روايه هؤلاء. الهؤلاء. الهؤلاء. دي كانت بتسرد ايه يا فندم او كنت عايز تشرح منها ايه؟ يعني كنا لما كنا قاعدين على المقهى قهوة ريش في البلد. فكان لما تيجي تتكلم في السياسة يشاور على اللي وراك. على أساس إنه في الغالب يكون مخبر تبع الحكومة يعني. بس فسميتهم قال هؤلاء. اللي هما دول خلي بالك من دول. ممكن يكونوا مخبرين. بس من ضمن هؤلاء ده حاجة تتذكر اسمه احمد هاشم الشريف. احمد هاشم الشريف ده كان اديب طبعا. بس اعتقد كان في نوع من انواع المنافسه كده او الغيره في الفتره دي صح؟ ممكن من ناحيته انه ما كانش في غيره من من اي حد. يمكن كانت اشاده الاديب العالمي دايما نجيب محفوظ بحضرتك كانت بتثير الغيره دي. ممكن. ممكن الاستاذ نجيب الله يرحمه كان يحبنا قوي. وكان بيته على النيل وفي النيل الناحيه الثانيه العوامه اللي ساكن فيها محمد عفيف. فكان لما يحب يرتاح قليلا يعبر الطريق ويروح العوام عند عفيف. طيب احنا طبعا في مرحلة في حياة حضرتك مهمة وهي مرحلة التكريمات وهنرجع لها، ولكن استأذن حضرتك في مداخلة هاتفية من الكاتب الأستاذ فتحي سليمان وهو رفيق منذ سنوات للكاتب الكبير وضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الأستاذ مجيد طوبيا. أستاذ فتحي أهلا بحضرتك. صباح النور يا استاذه. صباح الورد. اهلا بيك. يعني اختيار حضرتك مين اللي اختار التاني لهذه الرفقه يعني الحسنه زي ما بيقولوا؟ القدر. احكي لنا بقى ايه القدر اللي جمعكم او حدوته القدر اللي جمعتكم مع بعض. انا قارئ قراري للاستاذ مجيد، قريت له من بدايات الحياه ولما كبرت وبدات اكتب في 2011 اعتقد 2011 اكتر الفتره اللي قربت. قبلها كنت عادي على استاذ مجيد نقعد عم نشتري يوم مصر الجديده، نقعد في وسط البلد، صحبته الجميله عودته. ايام ما كنت شغال في المطار كنت اشوفه مسافر ايطاليا او جاي من ايطاليا، نرجع مع بعض من المطار لمصر الجديده احيانا ماشي، وكان قعدته جميله جدا. لكن الفتره اللي قربنا قوي كانت 2011. يعني حضرتك مرافق لي بشكل مقرب منذ 2011. دي الفترة اللي أنا حسيت إن القدر بيقول لي أنا رجعت من شرم الشيخ وبدأت أتقاعد وأنا عندي حاجة و50 وعملت أول رواية ليا، فروحت أزور مجيد في البيت. هو حضرتك كنت بتشتغل إيه في شرم الشيخ؟ يعني في مجال إيه؟ أنا في مجال الفنادق. تمام. يعني ده مش يعني مجال الرواية ده مش مجال حضرتك الأساسي، لكن حضرتك بتقول كنت قارئ نهم لروايات الأستاذ مجيد مش كده؟ أحسن قراء دايما هم اللي مش خريج كلية آداب. طيب احكي. يعني معظم القراء المصريين تلاقي مهندس وطبيب ودكتور و و و وقارئ نهم. صحيح صحيح. طيب حضرتك إيه اللي شدك لأدب الأستاذ مجيد لدرجة انك بتقول انا بقيت يعني قارئ قراري لرواياته؟ المشهدية. المشهدية عنده مشهد متكامل. مجيد تحس انه وهو بيكتب قصة قصيرة السيناريو متقطع والمونتاج معمول، تحس انك شايفة مشهد كامل. يعني انت بتمس يعني متعة القراية لروياته كأنك شايف شريط سينما بيتحرك قدامك. بالظبط كده، اتنين في واحد. انا كنت دايما بعتبر كده لما بشتري رواية مجيد كأني شفت الفيلم حتى لو النص ده ما اتعملش. يعني انا اللي فهمته منك يا استاذ فتحي ان حضرتك مرافق لادبنا الكبير استاذ مجيد لسنوات طويله اكتر من 27 سنه. ايه اهم المواقف اللي حضرتك تفتكرها لاستاذ مجيد بينكم وبين بعض؟ ايه المشاهد اللي شفتها في حياته اثرت فيك انت؟ مجيد
عمره ما تسألوا عن حد حتى لو كان الحد دوت فيه وفيه، عمره ما يقول إلا كلمة طيبة. عايش الله ربنا يديله الصحة، توفى الله يرحمه، عمره ما يذكر أبدا صفحات فيها شيء ماينس أو شيء يسيء حد. القعدة معاه لا 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 ترتكب ذنوب. القعدة مع مجيد من أجمل القعدات. أنا دايما سعيد إني لما استقريت في القاهرة إني القدر بعتني أزوره، وفوجئت إني في إنه عايش لوحده، فحسيت إني كل شيء في حياتي متظبط إني أقضي الأيام الأخيرة بيننا وبين بعض مع بعض. طب استاذ فتحي عايز اسالك برضو على قصه يمكن ما اشرت ليها لادبنا الكبير وقصه الفتاه الايطاليه، شفت فيها ايه؟ واضح ان في كان في حب وكان في شغف، هل حكى لك عنها حاجه؟ حكى لي عنها وشفتها كمان. المترجمه الايطاليه كونشيتا باريزي مواليد القاهره، والدها كان شيف مزيني الزهور في قصر عابدين، واتولدت في يوم ولاده في ريال اخت فاروق، فكان في كده عرض يعني بين الجاليات الاجنبيه في مصر ان هم يجاملوا الملك عشان ينعموا بالمزايا، يجيب نفس اليوم للامير ينالهم حظ والزياده الماليه وبتاع. وبعدين سافروا في الفتره بتاعه السبعينات، كونشيتا دخلت معهد الشرق الاوسط في فلورنسا وتخصصت في الترجمة، وكانت في منحة كده من الحكومة الإيطالية لترجمة الأدب العربي. فجاب خمس بنات من إيطاليا، حظ مجيد إن كونشيتا هي اللي كان مقرر تترجم تقريبا بين حرفين، وترجمتها إلى أوديسا دي مينو دي البايزي، رواية جميلة جدا وعملت فيدباك حلو جدا في إيطاليا. وفترة الترجمة عملت حب، والحب كان اعتقد ان اكبر حب في حياتنا دي. ظروفه ايه وليه ما اتجوزوش، وليه مثلا مجيد ما كانش عاوز ياخد الجنسيه الايطاليه؟ لان مجيد من جواه مصري حتى النخاع. صحيح، باين من كلامه. لا يقايض، لا يقايض مصر باي شيء في الدنيا. يروح ويجي وبتاع، بس يقول لك دي المرقد الاخير. تمام، كل شكر لأدبنا الكبير الأستاذ فتحي سليمان والمرافق للأستاذ مجيد. عايز أرجع لحضرتك، رغم أن حضرتك محب للحياة ومحب للرواية ومحب للأدب، ولكن حضرتك كتبت وصيتك، ومن أهم ما كتب في الوصية هو أن كل مقتنيات حضرتك تسلم لجمعيات معينة. أعتقد إيه اللي كتبته في الوصية؟ جمعية الشبان المسيحية اللي أنا نشأت فيها في المنيا. يعني كنت أذهب هناك ونلعب رياضة خفيفة كذا. لا، المنيا بلدي طبعا. هل أعتقد كمان حضرتك كتبت منها مكتبة الإسكندرية؟ هيبقى تاخد بعض المقتنيات مكتبة الإسكندرية كمان، وجمعية أعتقد دكتور العالمي مجدي يعقوب. مجدي يعقوب بس ده في أسوان. في أسوان بالظبط، برافو على حضرتك. على حدود مصر السودان. ضيفنا الكبير الأستاذ مجيد طوبيا، حضرتك حصلت على العديد من الجوائز الهامة، على وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى، وده كان سنة 1979، وجائزة الدولة التشجيعية في الأداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية عام 1979. ده غير طبعا اختيار فيلم أبناء الصمت، إن هو من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. هذه التكريمات بتمثل إيه لحضرتك؟ يعني اعتقد التكريم الاول كان من الزعيم الراحل انور السادات. وله صوره عندي في البيت بيسلم عليا. ده السلام ده قعد تقريبا يجي خمس دقائق ماسك ايديا، صح كده؟ لان لقى تصفيق الجمهور عند طلوع حضرتك على المسرح استمر كتير، فالزعيم طبعا قعد مرحب بحاجة جدا. بالظبط كده. الله يرحمه.
الله يرحمه. يعني حضرتك نورتنا وشرفتنا، واحنا يعني بنشكرك جدا انك جيت على الهوا ربنا يخليك وتعبت نفسك شكرا شكرا جزيلا. يعني احنا عارفين ان برضو احنا صحيناك بدري قوي وجايين يعني حضرتك نورتنا. لا خليك حضرتك منورنا يعني لسه احنا هنخطب الفقره في صوره حضرتك كمان مع السادات، يعني الرئيس الراحل انور السادات، الزعيم انور السادات. الصوره اهي قدامنا حضرتك، اهي الصوره حضرتك. يعني احنا حبينا بس طبعا نشارك بيها مشاهدينا يشاركونا فيها، واعتقد ان الصوره دي خير ختام لفقره يعني نعتز بيها كثيرا. نشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. شفتها شكرا شكرا لحضرتك، ولسه مكملين مع حضراتكم في باقي فقراتنا.